وللحديث عن العلاقات الإماراتية البرازيلية وما تمثله زيارة الرئيس البرازيلي من دفعة لهذه العلاقات، ينضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى البرازيل. سعادتك مرحبا بك لعلوم الدار بداية. يا مرحبا حامد، شكرا جزيلا على التغطية الرائعة طال عمرك. الله يسلمك، واجبنا. سعادتك، يعني كيف ستسهم زيارة الرئيس البرازيلي إلى دولة الإمارات في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين؟ حقيقة إن استقبال الإمارات لضيف عزيز على المنطقة العربية وهي زيارة فخامة الرئيس لولا دا سيلفا التي تعد الزيارة الثانية له بعد زيارته الأولى في عام 2003 والتقائه آنذاك بالمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. حقيقة إن اختيار فخامة الرئيس لولا دا سيلفا الإمارات كأول محطة عربية وإسلامية وخليجية منذ توليه الرئاسة تعكس المكان التي تتبواه الإمارات كشريك استراتيجي للبرازيل في هذه المنطقة. ستشكل الزيارة حقيقة أرضية ودفعة قوية لتعزيز علاقات الشراكة القائمة وتوسيعها لمستويات أرحب في كافة المجالات، وخاصة وأن الزيارة تحدث في أجواء سياسية جديدة في المنطقة ترتكز على تصفير المشاكل وإقامة شراكات مبنية على الثقة والمنفعة المتبادلة للجميع. ولذلك من المؤكد بأن هذه الزيارة ستسهم بلا شك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نعم سعادتك، منذ العام 2008 أصبحت دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في الشرق الأوسط. لو نتحدث عن أبرز المجالات التي يسعى البلدان لتطويرها معا. حقيقة لقد أكدت قيادتي البلدين الجديدتين خلال اللقاء على التعاون في العديد من المجالات الواعدة وخاصة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والنظيفة والرياضة والصناعات الدفاعية وقطاع الفضاء والتعليم والزراعة والأمن الغذائي. كما يعني يعد ترأس الإمارات لاجتماعات الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28 سيفتح مجال واعدا للإمارات لتعزيز وتنشيط التعاون مع البرازيل، حيث تعد البرازيل لاعبا بيئيا مهما في مجالات خفض انبعاثات الكربون، حيث تشكل غاباتها وخاصة غابات الأمازون رئة العالم. لقد توجت الزيارة بتوقيع عدد من المذكرات التفاهم وأهمها توقيع مبادلة مذكرة تفاهم لإنتاج الديزل الأخضر وهو مشروع يعد الأول من نوعه في العالم. كما افتتحت مجموعة إج مكتب تمثيلي لها لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية لتضاف إلى القائمة الكبيرة من الشركات الوطنية العاملة في البرازيل. إن طموح القيادتين في الإمارات والبرازيل لا سقف لها، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية مقبلة على نقلة نوعية في العديد من مجالات التعاون الجديدة. إذن علاقات متميزة وزيارة مهمة للرئيس البرازيلي إلى دولة الإمارات، والعلاقات في تطور مستمر. كل الشكر والتقدير، كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الصديقة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم طال عمرك.